بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحت العنوان Adding Sliders راح نتكلم في حلقة اليوم. ليه سلايدرز يا جماعة؟ واحد من ضمن الكنترولز الجميلة خالص في الأو أو بي، البرمجة الشيئية. قبل ما الاو او بي تتصيط وتاخد الوضع اللي ايه فيه، كان واحد بيتعب جدا في ان هو يعمل بروجرامنج لحاجات بسيطه. فبالك بقى ان كل الكنترولز دول بيجوا متاحين وجاست موديلز جاهزه، اضغط وادريش وكده، فالموضوع بيجي اسهل كتير جدا يا جماعه. من قائمه كنترولز انا نبتدي نضغط على السلايدرز. انا عندي طبعا دي 3 تمبلتات اشكال مختلفه، انا راح نختار مثلا الشكل اللي في النص ده، تمام؟ وجاست انت بتحاول ترسمه بايدك. انا ما اظن الناس طبعا مجرد ما انها ترسمه وهتاخد بالها منه وتفتكره اكزاكتلي يا جماعه، هو ده بنسميه السلايدر. ده هي التول بيديني الابيليتي ان تحصل حاجه معدات زي سيك، زي عصايه كده صغيره انت ممكن تبتدي تمشي بيها في رينج معين او تبرمجها زي ما انت عايز علشان يحصل احداث معين لو مثلا هي وقفت عند قيمه معينه. ده بمنتهى البساطه الاستخدام الوظيفي ليه في كتابه كود. طيب ده بالنسبه لازاي ندرجه بشكل عام. بنروح لكنترولز وبندرجه عادي جدا. القصه بتاعت ريسايزنج انت ممكن تحجمه باحجام مختلفه. اول نقطه طيب قبل ما نتكلم عن الريسايزنج خلينا نتكلم عن الروتيتنج الاول. يعني هو مش بس يا جماعه ممكن يجي بشكل راسي، لا انت ممكن خلاص شفت ممكن تخليه بشكل افقي، أو الناس عارفه طبعا ممكن تلفه او من قائمه ما اعرفش ايه تعمل له روتيت والكلام ده، تمام اوكي بمنتهى البساطه. فانا ممكن يفيدك في انت بتعمل الدرس الاول، الدرس الثاني، الدرس الثالث، الرابع، الخامس، السادس وهكذا. او مثلا الدرس الاول في مثلا مجموعه من النقط، نقطه 2 3 4، هو بيبتدي يمسك العصايه ديت عشان يبتدي يعمل لها ريموفنج. الناس فهمتني؟ لا لسه. طيب لو انا عملت بريفيو للسلايد ممكن الامر يكون اوضح اكتر. ده السلايد يا جماعه تبتدي تسحبه وتشده عند رينج معين هو بيبتدي ايه يتحرك معاك فري. فانت ممكن تبرمج السيك ديت، العصايه ديت، السامبس ديت عشان وقت ما يوقف عند تراك معين يحصل حاجه معينه. اكزاكتلي يا جماعه دولت اجزاء المين، اجزاء السلايدر. عندي حاجه اسمها الثامب اللي هي الدماغ الصغيره ديت، وعندي حاجه اسمها التراك، المسار اللي في الخلف اللي بتمشي فيه الثامب ديت. رايت ده الجانب الخاص بالروتيتنج. ريسايزنج بمنتهى البساطه عندك اكتر من طريق، اما انت تعمل ريسايزنج للبتاع كله، للسلايدر كله بشكل كامل يا جماعه، فانت بتشده من ابعاده المختلفه، اور ان انت عندك شريطين لونهم اصفر لو عملت سيلكشن على الثامب بتاعك ديت بيبتدي الصغير ده تعمل لك كنترول على مين بالظبط كده، بيعمل لك كنترول على الدماغ اللي هي الثامبس تكبر او تصغر. التاني ده بيعمل لك كنترول على التراك، التراك الصغير يكبر او يصغر اللي هو الشريط الخلفي اللي بتمشي فيه الثامبس ديت يا جماعه، فاهمني؟ لو انت كنت عايز يظهر بالشكل ده فهو ايه هيضمنه لك ان هو يمشي بالشكل ده. ده الكنترول بتاع مين؟ بتاع انت ازاي تعمل ريسايزنج في السلايدر ده. طيب الجانب التالت خاص بالسيتنج سلايد بروبرتيز، البروبرتيز بتاعت جاست كليك عليه. وفي البروبرتيز عندي نصين سلايدر تولز، عندي جزء خاص بالديزاين وجزء خاص بالفورمات، تمام؟ الجزء الخاص بالديزاين ده هو مسار حديثنا دلوقتي يعني، تمام؟ النقطة التانية فاريبل، ايوه ركز معايا كده انت صاحي. لو انا رحت على الريفرنس فهلاقي ان هو اوتوماتيك بيبتدي يضيف لي فاريبل بشكل افتراضي على السلايدر، زي ما كان ضايف لي فاريبل بشكل افتراضي على مين يا جماعه؟ على التكست انتري. اكزاكتلي كده. ليه يا جماعه الفاريبل ده؟ الفاريبل ده لانه بيتغير، يعني فاريبل يعني قيمه بتتغير. ليه بيتغير؟ لان السلايدر مش ثابت، بيتحرك عند قيم معينه. فجيس وات يا جماعه؟ السلايدر ده نوع رقم. اكزاكتلي يا جماعه لازم أن يكون رقم، لان انت بتحاول تشده وهو بيوقف في رينج معين، فاهمني؟ فالرينج ده لازم أن يكون رقم. اكزاكتلي ديت الفكره بتاعت انت بقى بتحاول تستخدم اللي هو بالبرمجه بتاعت البرنامج ديت في ارتكوليت بان انت ايه لما يوقف عند قيمه معينه مش عارف يحصل له ايه كده، تمام؟ النقطه الثانيه ابديت، ابديت ديت انت بتحاول تعمل ابديت للفاريبل اللي فوق، يعني كده صحيح. يبقى لما الفاريبل ديت مثلا يحصل فيه حاجه، ديت الافتراضي بتاعه ان هو في الابديت، لما يوقف عند قيمه معينه مش عارف يحصل ايه، ديت الشات. الجانب الثاني كان خاص بالستارت والاند، دولت النقط اللي بيبتدي منها، هو بيبتدي من 0 ل 10. فديت لو انا عملت بريفيو للسلايد ديت بيديني كام؟ رينج اوف 10 حاجات، يعني مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 10 حلقات، فاهمني يا جماعه؟ طب لو انا عليت شويه خليتها مثلا 5 يبقى مش هديني غير 5 حركات بس، اوكي؟ تمام، ده البدايه بشكل عام يعني.
تمام. انا امشي بكام؟ لو انا قلت له بمشي بستبين، يعني انا بمشي بستب زوجي كده، فاهمني يا جماعه؟ يعني ايه؟ مش همشي لي واحده واحده، لا همشي لي اتنين اتنين كده، اتنين اربعه سته تمانيه، الاقي نفسي وصلت للاخر. فانا قلت له ستبس. طب ايه القصه بتاعت الانيشال ديت؟ الانيشال اللي هو البدايه الافتراضيه بتاعته بتكون فين؟ يعني انا قلت له مثلا عن الاربعه، فبص البريفيو، لو انا عملت بريفيو للسلايد ديت هتلاقيه هو مش راح يبتدي من صفر يا جماعه، هتلاقيه يبتدي من قيمه مفيش، يبتدي الافتراضي القيمه اللي فوق، بس هو ممكن يطلع فوق يعني عادي، بس هو بيبتدي اول سلايد بتاعه عملت بلاي بيبتدي يا جماعه من القيمه اللي انت كنت محددها في الانيشال، ده الفرق ما بين الاثنين دول. طبعا والاند ذات نقطه النهايه، يبقى بدايه ونهايه، انيشال المسافه الافتراضيه اللي بيبتدي بيها، والستبس عدد الخطوات اللي هو بيمشي بيها. طبعا الكلام ده الرينج والسايز والبابلش، الكلام ده احنا فين بي؟ هروح انا على النقطة الجاية كانت خاصة ب، خلينا نقول طيب ماشي، display slider value on text element exactly بمنتهى البساطة reference، ها فهمتني؟ انا عايز ادرج القيمة وبيمشي برينج معين عادي يا جماعة. اروح لقائمة insert واضيف له text box، وفي ال text box اروح لقائمة insert واروح اضيف reference ان واحد السلايدر، اوكي خلاص تمام مفيش مشاكل عادي، واخدها كده واحطها انا تحت السلايدر عشان الراجل، او احطها فوق عشان الراجل اللي بيستخدم السلايدر ده ياخد باله ان هو واقف فين بقى، عشان ما يقعدش يتعبني كل شوية ويقول لي مش عارف انا رحت ايه ولا كده يعني. المهم انا عملت بريفيو للسلايد ديت، ده على سبيل التأكيد، او لو انت عايز تعمل تيست القيمة بتاعك، يعني انت واقف عند قيمة 4 فوق 3 2 1 0 لغاية ال 10، الكلام ده فاريبل بيتغير لان هو اتكونكتد بمين، متوقف على القيم اللي موجودة في السلايدر بتاعك. سي نفس الفكرة، اوكي ماشي. الجانب التاني خاص بالتريجرنج، وبصراحه يا جماعه موضوع التريجرنج ديت مش هيتلم في حلقه ولا حلقتين، فعشان كده انا هنركنه خالص واقول ان ديت الفايده منه ان هو بروجرامنج بيتبرمج بشكل جميل خالص، تمام؟ فانا مش هنتكلم عنه دلوقتي، لكن في هتكون حلقات خاصه بالتريجرنج، ليه؟ تريجرنج اكشنز بتاعت السلايدر ده، يعني عند حاجه معينه يحصل مش عارف ايه وكده. رايت جميل. مش بس يا جماعه بيقبل قيم رياضية از انتجر، لا لا ده لو انا رحت القائمة ديزاين ورسي، ممكن لو انا قلت له الستبس بتاعك واحد ونص والواحد ونص خطوة ونص راح يقبل مني يا جماعة. يعني انا عملت بريفيو للسلايد ديت، انا بنحاول اجس على ما اظن راح يقبل، هو ماشي بخطوة ونص تلاتة اربعة ونص خمسة سبعة ونص تسعة عشرة كده، يعني راح يقبل مني برضو لغاية تقريب لغاية اتنين ديسمال سبيس، لغاية رقمين عشريين يعني قيمة في المية، واحد من في المية اتنين في كده يعني، لغاية رقمين عشرين جنب بعض. الجانب الاخير كان خاص بالفورماتنج ذات، الجانب انا كده النص خاص بالديزاين دايت كده، الجانب التاني خاص بالفورمات، يعني براحتك انت عايز تغير في مش عارف ايه يظهر بشكل جاي، يعني على ما اظن ديت استكشفتوها فاكرين في الزراير، يعني مثلا انت ممكن تحط زرار في اول برمجيتك عشان يخلي يعمل للصوت اون او اوف، وانت تروح تحاول تبرمجه تقول له اه وقفه، لا مش عايز الصوت يظهر مش عارف مين. طب الانيميشن نعملها اون او اوف، هو موجود في الوحده الاولى يبتدي يغير على الوحده الثانيه الثالثه الدرس الاولاني، طب عايز يظهر الصور قبل الفيديو، حاجات زي كده تمام. وانت ليك مطلق الحريه ممكن تغير في الصم، الصم بديت تلاقي الدماغ زي ما احنا قلنا، وطبعا التراك والتريس مش عارف التراك نفسه اللي في الخلفيه ديت، انت ممكن تبتدي تعمل كنترول فيه زي ما انت عايز، وطبعا معاك الفيل والارينج والسايز والبابلش اللي القصص ديت، الامر بالكامل بيرجع اليك يعني. فديت القصه بتاعت السلايدر، هيجي لنا وقت نتكلم عنها، بس ده طبعا من الحاجات الجميله جدا بصراحه، والواحد كان بيتعب جدا يا من فتره قريبه في ان هو يعمل سلايدر زي ده، بس مع اتش تي ام ال 5 ومع الويب بتعمل امور بجد مختلفه خالص بصراحه يعني. فبنستخدمها باشكال كتير، يعني ممكن نعمل سلايدر لمكتبه صور تبدل ما بين الصور بتوعك كده يعني، انت استخدمه بشكل وظيفي بما يخدمك انت، فانت عندك الابيليتي ديت بالله، المساله كلها بس محتاج انت تقعد مع نفسك شويه كده وتحاول ها انا عايز اعمل ايه. اللهم استعان، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.